حكاية، كل قصة تاريخ حدث عنده بداية، عنده سبب خليه يصير، عنده تفاصيل جعلت منه مؤثر ملهم ولا مغير في تاريخ البلاد، وإحنا قررنا نعرفكم عليهم الكل ونحكيولكم أصل الحكاية. صباح الخير، اليوم نحب نهزكم بعيد شوية على المدينة، وحياتو نخرجوا شوية من شوارعها، واليوم ماذا بيا كان نغوصوا في بلادنا أكثر ونخرجوا من ولاية تونس الكبرى، نمشي ونشدوا ثنية ونغوصوا في جنوبنا العزيز الغالي، عمق الجنوب وعاصمته صفاقس. إلياك نهار ما نعرفش كيفاش جت على بالي، ودوب ما خممت فيها قلت علاش ليه ما نحكي لكمش أصل حكايتها. أصل الحكاية، أصل الحكاية اليوم أنه فما مصادر تقول اللي اسم مدينة صفاقس جاي من اسم القائد الأمازيغي سيفاكس اللي وحد البربر في القرن الثالث قبل الميلاد، ومصادر أخرى تقول اللي كلمة صفاقس جاية من كلمتين من اللغة البربرية الأمازيغية معناهم لبسة متاع نساء تتربط في الحزام باش تحسن المرأة، وأصحاب هالرواية يقولوا اللي هاللبسة تسميت بها البلاد باش يقولوا مدينة محصنة أو مصورة معناتها داير بها سور. وهالروايتين الزوز أغلب الباحثين والاختصاصيين يعتمدوهم، لكن فما رواية أخرى يظهر اللي هي من نسج الخيال وجابوها بعض الرواة العرب، وهي حكاية تقول اللي أصل التسمية جاي من والي اسمه صفاء صور على جلد بقري المثال المعماري متاع المدينة اللي هو كان يحب يعملها، وقام بعرضه على سلطان مدينة محرس اللي كانت جهة كاملة بما فيها صفاقس تحت حكم. والسلطان بعد ما درس المثال وعجبه قال له يا صفاء قص، ومنها جاء اسم صفاقس. لكن الأكيد أن الأمير الأغلبي أحمد بن محمد بالأغلب اللي حكم في تونس في أواسط القرن التاسع هو اللي بنى مدينة صفاقس وعمل لها سور يحميها ويحمي أهلها من الغزوات والحروبات، وبنى فيها جامع اللي يتسمى اليوم الجامع الكبير، وبنى فيها زادة أسواق وديار وفنادق وقصبة للجيش، ومن وقتها ولد مدينة بعد ما كانت مجرد سوق قروية وازدهرت صناعتها وتجارتها وولدت تشاع على كامل منطقة الجنوب التونسي. أصل حكايتنا اليوم أن صفاقس وفي العهد الفاطمي وصل عدد سكانها ل3000، وظهر للعيان دورها الاقتصادي الكبير وكثرت الأطماع فيها، وتعرضت للغزو من طرف جيش حاكم صقلية، وبعد استرجعوها الفاطميين، لكن سكانها رفضوا باش يدخلوا في المذهب الشيعي الإسماعيلي اللي حبوا الفاطميين يفرضوه عليهم. وبعد ما الصنهاجيين أخذوا الحكم وهجمت قبائل بني هلال وبني سليم على البلاد، صفاقس كيما بقية إفريقية تعرضت للتخريب، وقامت فيها ثورة قادها وليها ضد الأمير الصنهاجي، وبقات مستقلة مدة 40 عام على الإدارة المركزية. وفي هاك الوقت برشا مدن أخرى انفصلوا على السلطة الصنهاجية المركزية، منهم تونس، بنزرت، طوسة، وسوسة. ومن بعد وبمرور الأزمان والعصور في العهد العثماني والمرادي والحسيني المدينة بدت تكبر وعدد سكانها زاد وصناعتها اتطورت أكثر. ووقت صارت الفتنة بين حسين بن علي أول بي حسيني في بداية القرن 18 وولد خوه علي باشا، صفاقس اختارت الصف الحسيني يعني اختارت الشرعية. ووقت ثورة علي بن غضيهم ضد الضرائب وغلاء المعيشة، صفاقس ساندت الثوار واستنجدت هي ومدن أخرى بسلطان العثماني باش يتدخل. وبعد موفاة الثورة رجعت لطاعة السلطة المركزية بصفة عادية. أصل الحكاية اليوم أنه وقت دخلت فرنسا لتونس، صفاقس أخذت موقف ضد الاحتلال وقاومت مقاومة شديدة بالتعاون مع سكان المناطق المجاورة، بالخصوص عروش المثاليث والهمام والجلاس والعقارب وبني يزيد والنفاد، بقيادة مقاومين يتقدمهم المناضل علي بن خليفة النفادي اللي اليوم عنده مدينة باسمه في ولاية صفاقس. الشيء اللي جبر الوالي متاحة حسون الجلولي باش يهربوا معاه نايب القنصل الفرنساوي، وما نجمت القوات الفرنسية تدخل إلا بعد معارك طاحنة شارك فيها أسطول فرنسي فيه 151 مدفعية ويحمل 6000 عسكري، اقتحموا القصبة وفكوها وقضوا على كل جيوب المقاومة واحتلوا صفاقس نهائيا نهار 16 جويلية 1881.
وفي وقت احتلال تونس من طرف قوات الحلف في 1943 تعرضت صفاقس للقنابل الألمانية. واليوم هالمدينة الأصيلة واللي تاريخها يحكي عليها بازالت قائمة ومتكونة من البلاد العربي وباب بحر والغابة. والبلاد العربي معناتها المدينة اللي تبنيت على مراحل من وقت الأغالبة، وبعد ما كان فيها السكنة والعمل من عام لعام لحوانة تتغاوى على المدينة، وأغلب السكان حولوا السكن متاحهم خارج المدينة وغادروا السور متاحها اللي مازال على الشكل اللي تبني عليه تو 11 قرن، وعنده برشا مداخل، منها باب الديوان وباب الجبلي والباب الغربي وباب الشرقي وباب القصبة، في حين أنه باب بحر هو المدينة الأوروبية اللي تبنيت بنفس الطريقة وفي نفس الإطار اللي تبنيوا فيهم أمثالها في تونس وسوسة وبقية المدن اللي على ساحل البحر. والمدينة الأوروبية متاع صفاقس تبنيت على أرض كان يغطيها البحر اللي كان يوصل حتى للسور. وفي الأصل باب البحر كان للسكنة والعمل متاع الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين، ومن الاستقلال تبدلت بضعيته ولاو فيها ولاد البلاد، وأول ما تبنيوا فيه العمارات والمجازان اللي البلاد العربي ما تنجمش تحتضنهم. ما يسمى الغابة بالمفهوم العمراني في صفاقس هي الحواز القريبة اللي تمتد على تقريب 7 كيلومتر من المدينة، وتاريخ تطور هالحواز بين اللي فما طرقات خرجت من بحدة سور المدينة وتفرعت في اتجاهات وخذت شكل نصف دائري، وكل طريق مسطر كأنه شعاع غيوم متاع بسكليت. وهالطرقات 16 طريق، أولها في الجهة الشرقية طريق سيدي منصور، وآخرها في الجنوب طريق جابس. وهالطرقات تربطها طرقات فرعية تتسمى القصصات، وعلى طول الطرقات تركزت على مر الزمان أحياء صغيرة واللي تتسمى مراكز، وتحمل في الغالب اسم أقدم العائلات اللي سكنت فيها الأحياء، منها مركز الجلولي ومركز سحنون ومركز قدور ومركز العروي ومركز كمون، والقائمة طويلة برش. والمسكن اللي تبنيه في المراكز يتسمى الجنان، وفيه مبنية دار سكنة اللي كانت وما زالت تتسمى البرج. هذا الكل قبل ما تدخل الفيلات والعمارات للمراكز، وكانت فما على مسافة مش كبيرة ضيعات أخرى للفلاحة مش للسكنة تتسمى البورة، فيها اللوز أساساً وأشجار مثمرة أخرى، وعلى مسافة أبعد ضيعات اسمها الحوايز ما فيها أغتون. مدينة صفاقس معروفة بحيويتها الاقتصادية المبنية أولاً على الفلاحة الزيتون والأشجار المثمرة، وفي مقدمتها اللوز، وثانياً على الصناعة. في الأول كانت أساساً معاصر الزيتون، ثلث مجموع معاصر الزيتون في الجمهورية، والصناعات الأخرى والتقليدية كما النجارة والجلد والحدادة والبناء. ومن بعد دخلت كل أنواع الصناعة وانتصبت في منطقة صناعية كبيرة هي بودغيير وطريق جابس ومدغسكار، ومبنية ثالثاً على التجارة تفصيل وجملة وعلى الصيد البحري زادة. صفاقس عندها اليوم أكبر ميناء صيد بحري وأكبر سوق حوت في الجمهورية التونسية. وإحنا قلنا خلينا نحكي لكم اليوم على أصل حكاية مدينة صفاقس، قلنا خلينا نذكروا شوية بتاريخ الجهة، قلنا خلينا نعرفوا بحكاية عاصمة الجنوب، قلنا خلينا نحكي على أصل حكاية مدينة صفاقس. أصل حكايتنا اليوم أن صفاقس هي العاصمة الاقتصادية للبلاد بامتياز. أصل حكاية، أصل حكاية مع زينب ملكي على إف إم أحلى راديو. أصل حكاية.